نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار جماعي من خلال إطلاق قوافل السعادة والتي استهدفت إفطار المواطنين في منطقة شبرا. شارك في حفل الإفطار أكثر من 1500 مواطن. كما تضمن الحفل فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال، فضلا عن توزيع عدد من الهدايا. ومن المقرر أن تجوب قوافل السعادة مختلف المحافظات حتى آخر شهر رمضان الكريم. ربنا يجازيهم خير، كان يوم جميل واتبسطنا وعيالنا اتبسط. يا بسط 10 10 وعادي 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 وعادي. اليوم الثالث في المحافظة بنعمل فيه إفطار أو قوافل السعادة، بنستهدف فيها إفطار المواطنين. كنا في شارع الأشراف في حي الخليفة أول امبارح، امبارح كنا في حلوان، النهارده موجودين في شبرا في مركز شباب الساحل. النهارده بنستهدف أكتر من 1500 مواطن. الموضوع بالنسبة لنا ما بيبقاش مجرد إفطار، إحنا بنفطر وبعدين بنحاول نعمل بهجة على وشوش أهالينا، بنوزع هدايا بالاشتراك مع فودافون، بيبقى فيه ألعاب للأطفال، بيبقى فيه شو، بيبقى فيه أغاني، والكلام ده بيبقى بعد الفطار. احنا في القاهره ده ثالث يوم لينا، وان شاء الله مستمرين على مستوى الجمهوريه كامله ان شاء الله، بدايه من اول امبارح يعني، مستمرين لاخر رمضان ان شاء الله. احنا في حياه كريمه فندم في القطاع الطبي عندنا جميع التخصصات الطبيه. يمكن دوري انا هنا والفريق اللي معايا في القطاع الطبي هو الاشراف الطبي على الغذاء المتقدم ومراعاه جوده وصلاحيه كل شيء يتقدم لاهالينا، وبنستثمر وقتنا هنا في المائده ان الفريق الخاص بالقطاع الطبي بيقوم بعمل بحث ميداني لكل الحالات اللي محتاجه تحويل طبي او محتاجه احتياج انساني في ظل المائده الجميله واليوم الجميل ده إن شاء الله. النهاردة اليوم الثالث على التوالي بالتعاون مع مؤسسة فودافون وحياة كريمة، بنعمل مائدة إفطار. النهاردة بنستهدف 1500 مواطن. احنا الحمد لله أول امبارح استهدفنا أكتر من 4500 مواطن. كان عدد طبعا كبير جدا، الشارع الأشراف كان كبير، فكان ليه فيه كثافة إن هو يستحمل كثافة كبيرة. فالحمد لله اليوم عدى كويس جدا جدا جدا، ودي كانت أول فعالية لمؤسسة فودافون مع مؤسسة حياة كريمة. وامبارح استهدفنا 1200 مواطن في حلوان، والنهارده اليوم الثالث، وان شاء الله يعني دي بس البدايه باذن الله مع حياه كريمه، وان شاء الله هتلف كل المحافظات مش محافظه القاهره بس. النهارده موجودين اليوم اهو زي ما حضرتك شايف، حتى فودافون متشاركه معانا في عامله العاب بعد الفطار وكده ترفيهيه، واحنا كحياه كريمه بنيجي بننظم المكان من اول اللقاء لغايه ما بننهيه وبننظف المكان ونسلمه زي ما خدناه. وحياه كريمه يعني هي الجمال بتاعها ان احنا بنجمع بعض ونساعد بعض، وكله بيحب بعضه، بنتعرف على بعض كلنا كأسرة واحده، وطن واحد.